ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التدريبية الأولى لجمع القراءات، جمع القراءات لأهل سمع نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري رحمة الله عليهم أجمعين. وقد عرضنا في المجلس الأول مقدمة لهذا الباب، مقدمة في جمع القراءات، ثم بدأنا في جمع سورة الفاتحة ويعني آيتين أو ثلاثا من سورة البقرة. ننبه تنبيها، نصف الطلاب تقريبا من طلاب المقرأة أو من طلاب طلاب المقرأة، والنصف الآخر ومن غير هؤلاء، وكلهم مرحب بهم ونسعد بوجودهم جميعا، ونسعد بوجود من ليس من طلاب المقرأة أو طلاب طلابها أكثر من طلابنا، لأنهم وثقوا في المقرأة وأتوا إليها لهذا الغرض. فنرحب بالجميع مجددا، لكن هذا تنبيه لأنه فيه تفاوت في الأداء والتجويد، ونحن لن نركز عليه لأن يعني الدورة ليست في دقائق التجويد، وهذه لها مجال آخر، وسبق أن أقمنا لها دورتين متتاليتين، هي دورة الدقائق التجويدية، وهي موجودة متاحة على قناة المقرأة على اليوتيوب. لكن الشاهد في الكلام أنه هذا التباين لن نتوقف عنده كثيرا ما دام ليس في أساسيات التجويد، أما إذا كان في الأساسيات فلا، أما الدقائق فهذه إن توقفنا عندها يعني ذهب الغرض الأساسي من دورة جمع القراءات. إذا أوقفنا كل قارئ عند دقيقة من دقائق التجويد ومن غوامض التلاوة ذهب الوقت علينا، فلم نستفد منه في الهدف الرئيس الذي وضعت من أجله هذه الدورة، وهي التدريب على جمع قراءات أهل سمع. الآن مع قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون كما مر بنا فيها خلاف بين التحقيق والإبدال، والإبدال هو لورش والسوسي فقط، والباقون يحققون. بما أنزل إليك، هذا أول مد منفصل يمر بنا، المد المنفصل فيه قصر وتوسط وإشباع، فيه قصر قولا واحدا لمن؟ لابن كثير والسوسي، وفيه الوجهان لقالون والدوري، وفي الوجهان يعني قصر وتوسط، وفيه الإشباع مع المد المتصل كذلك قولا واحدا لورش. إذن عندنا قصر للسوسي ولابن كثير بلا خلاف، ولقالون والدوري أيضا، والتوسط لقالون والدوري بالخلاف، والإشباع لورش. وما أنزل من قبلك كذلك، وبالآخرة هل فيها شيء؟ فيها النقل وثلاثة البدل وترقيق الراء، فيها النقل بالآخرة، وفيها ثلاثة البدل بلا وبالآخرة وبالآخرة، وفيها مع كل هذه الأوجه ترقيق الراء. هم يوقنون وهم يوقنون، مر بنا أكثر من مرة أن هذا
هذه الصلة قولا واحدا لابن كثير ولقالون بتخييره جلا، له الصلة والسكون. الآن استكشفنا ما في الآية، تكفيكم 3 دقائق للتدريب أم نزيدها إلى 3 أو 5 ثواني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هذا؟ هذا شيخنا قالون بالقصر بدون صلة. طيب، وبالآخرة هم يوقنون. لا، قالون فقط. من اندر؟ ها؟ دوري أبي عمرو والسوس. لا، دوري فقط. نعم. وبالآخرة هم يوقنون. من؟ ابن كثير رحمه الله. وقالون قالون وابن كثير. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هذا؟ قالون والدور يا شيخنا في التوسط. نعم. وبالآخرة هم يوقنون. من هذا؟ قالون فقط. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هذا؟ ورش. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من هذا؟ السوسي. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الآية التي بعدها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا ليس فيها إلا توصيط وإشباع المد المتصل. عندنا إذا وقفنا على هدى من ربهم، إذن ميم الجمع مسكنة، فليس عندنا خلاف إلا في المد المتصل، المد المتصل. وهدى طبعا لأنها منونة فليس فيها شيء لأحد من القراء في حال الوصل. إذن ليس عندنا غير توصيط وإشباع المد المتصل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب، أنت اخترت أنك تصل، ما في بأس. طيب، في البداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من مشى مع قالون؟ قالون والدوري. قالون والدوري. الدوري ولا أبو عمرو البصري؟ أبو عمرو بتمامه. أبو عمرو بتمامه. ثم وصلت الميم ل لو قالون وابن كثير. لقالون وابن كثير. ثم أشبعت لمن؟ لورش. لورش وحده. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بداية الشغل. سواء فيها طبعا توسط وإشباع المتصل. أأنذرت عليهم عليهم فيها طبعا الصلة والإسكان والصلة المطولة لورش.
ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، أن ورشا يصلها فقط إذا كان بعدها همزة قطع، ومن دو ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، مع مذهبه في المتصل والمنفصل بالإشباع. في المنفصل طبعا أأنذرتهم فيها، طبعا كل أهل سمع، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سمع، فأهل سمع جميعا يسهلون، لكن هؤلاء المسهلين في منهم من يدخل ومن لا يدخل ومن يبدل. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، فورش له التسهيل والإبدال. أنذرتهم أو أنذرتهم. طيب، وبقي تقسيم الذين يسهلون بدون إدخال والذين يسهلون مع الإدخال. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. عندنا فتح هنا، إذن عندنا حجة بها، حجة بها قالون وأبو عمرو، أبو عمرو وقالون يدخلاني. أنذرتهم أنذرتهم. طب والذين لم يذكروا يصير لهم اللي هو ابن كثير وورش بلا إدخال، بلا إدخال، مع الأخذ في الاعتبار أن ورشا له إيش الإبدال كما سبق، زيادة، وجه زائد، وجه زائد. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت. ثم أنذرتهم أم لم تنذرهم، طبعا أنذرتهم أم فيها برضو الصلة نفس الشيء، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تنذرهم فيها نفس الشيء، لكن ورش خرج، لكن ورشا خرج، لأن ليس بعدها همزة قطع، أن ليس بعدها همزة قطع، إنما يبقى قالون وابن كثير. لا يؤمنون ولا يؤمنون، طبعا عرفنا أن الإبدال للسوسي وورش. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لمن قرأت؟ قالون فقط. قالون واندرج معه دوري أبو عمرو. نعم، يقولها مرة واحدة، ما هو لازم مين اندرج معه بعده. نعم. لا يؤمنون. من هذا؟ السوسي. أحسنت. نعم. بعده. إن الذين كفروا سواء عليهم. لا، بدون مد. سواء عليهم أم أنذرتهم. على مهلك، على مهلك، على رسلك. سواء عليهم أنذرتهم أم لم. بدون مد. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هذا؟ قالون عن القصر. طيب، تمام. مع الصلة. مع الصلة. في بعض. أنذرتهم. لا، نعطف عليه. نعم. ابن كثير ممكن تعطف قالون، لا بأس، بس هات ابن كثير أقرب. أنذرتهم. الغنة. أنذرتهم. أنذرتهم. ابن كثير، ابن كثير. نعم. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تمام. قالون. قالون بالصلة الممدودة. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعد وخلي المدود كلها متساوية. سواء علي، كلنا يعني في مقام تعلم يا أخوان. سواء. والتعليقات والهمسات والهمهمات والغمغمات هذه ما في داعي لها، خليه يقرأه بس. نعم.
سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسنت. ورش. نعم. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم صلة ممدودة أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب في عندنا الإشباع. طيب عيد ورش معلش مرة أخرى. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الوجه اللي باقي ما هو؟ لا ليس الإشباع ولكن الإبدال. الإبدال. أنذرتهم. لا لا. أنذرتهم. لا 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 هي الهمزة الثانية تحولت إلى الألف هذه. فهي همزة واحدة بعدها نون مخفاة. أنذرتهم. أنذرتهم أم لم تنذرهم على مهلك على مهلك أم لم تنذرهم لا شوي شوي مرة أخرى أنذرتهم. لا هذا الوجه أتينا به. طيب. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بارك الله فيك. سنعيد ورش فقط لأن هي اللي حصل فيها شوية اضطراب. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بارك الله فيك. في تنبيه مهم نريد أن ننبه عليه. احنا نبهنا عليه في قراءة الأخ اللي قبله لكن نؤكد عليه. هي إذا جيت تبدل لورش فالهمزة الثانية أصلا هي الألف هذه الممدودة. فما في بعدها أي همزة ولا ريحة همزة. بندخل على الحرف اللي بعده على طول. لأن في بعضهم يقول هذه الهمزة خلاص الهمزة راحت صارت ألف أصلا. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت. فبعد المد هذه إبدال الهمزة أبدلت ألفا يأتي بعدها الحرف الذي بعدها هنا هو النون المخفاة. أنذرتهم ما في همزة مسهلة بعدها. الهمزة المسهلة خلاص اختفت. ننتقل إلى الآية التي بعدها هي قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكما قلنا إننا مستمرون في القراءة بجمع الآية وإلا لو كان على الوقف عندنا وقفان لكننا نعتمد من هنا إلى الآية 12 على عد الكوفيين نعتمد الجمع بالآية. فنبدأ التدريب وأظن هذه أيسر كثيرا من التي قبلها. عندكم 4 دقائق ما فيها غير الصلاة ما ناقشناها. طيب نناقشها أولا وبعدين نحسب الدقائق. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم طبعا هنا الصلة فقط وعلى أبصارهم
المد المنفصل بمراتبه الثلاث التي ذكرناها سابقا، أبصارهم فيها الفتح والتقليل، التقليل لمن؟ لورش، والإمالة لأبي عمرو، وغشاوة ما في عندنا لأحد من الثلاثة، ولهم عذاب عظيم، الصلة كذلك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. لمن أملت في المرتين؟ قرأت لقالون في الأول وانفرد، ثم أتيت بإمالة أبي عمرو البصري. نعم. على قصر المنفصل. نعم. ثم قرأت بالتوسط لقالون على إسكان ميم الجمع. نعم. وانفرد، ثم قرأت بدور أبي عمرو بالإمالة وانفرد. نعم. الآن أقرأ لورش. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا قالون. نعم. بقصر المنفصل على صيلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير، ثم عطفنا قالون مع التوسط وانفرد. نعم. طبعا صلة ميم الجمع مع التوسط هذا وجه انفرد به قالون. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يا إخوة، احنا نبدأ دائما بنقاش عام حول الآية، ثم بعد ذلك التدريب. ومن الناس، الناس فيها إمالة لدور أبي عمرو، ومن يقول آمنا فيها ثلاثة البدل لورش، بالله وباليوم الآخر فيها ثلاثة البدل لورش، وفيها أيضا النقل الآخر. وما هم بمؤمنين، عندنا صلة ميم الجمع وإسكانها، وبمؤمنين التحقيق والإبدال كما سبق كثيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. عطفت من؟ عطفت السوسي. السوسي. طيب. نعم. بعده. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولو قلت وما هم بمؤمنين يكفي يعني. نعم نعم. بعده. نعم. يقول آمن وباليوم، ممكن ورش. نعم. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. ومن
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الأخير؟ دوري. الدوري. دوري أبي عمرو. بارك الله فيك. طيب احنا ذكرنا أن الوقف أو الأوجه الجائزة نحن لا نأتي مثلا بالروم والإشمام في عند الإدغام، نكتفي بوجه واحد اللي هو عليه العمل عند الأكثرين، وكذلك في المد العارض نكتفي بوجه واحد. أما القول بأن البدل وجه هذا تجوز في العبارة، القول بأن البدل وجه هو تجوز في العبارة. الصحيح أن البدلات هذه الثلاث بالقصر والتوسط والإشباع هي طرق للأزرق عن ورش. بعضهم روى عنه قصر البدل فقط، لم يروى عنه توسط البدل. وابن غلبون طاهر بقصر جميع البابة قال وقول، هذا روى القصر. وهناك كابن خاقان اللي هو شيخ الداني في هذه الرواية أقرأه بتوسط البدل، وهذا الموجود في التيسير. والشاطبي أقرأ من غير هذين الطريقين بالإشباع وقال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى قصر، كأنه اختار القصر أولا، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. فهذا الصحيح أن يقال إنها طرق، لكن القول بأنها أوجه هذه يعني تجوز وتسامح في العبارة، كتوسط أيضا المنفصل وصلة الميم لقالون، هذا أيضا طريق، صلة الميم وإسكان الميم طريق، وكذلك توسط المنفصل وقصر المنفصل هذا أيضا طريق لقالون، وكذلك الدوري. فهذه طرق، لذلك إحنا لا نتجاوزها، لا بد أن نأتي بها، لأن هذا من الخلاف الواجب، هذا من الخلاف الواجب، رواية لا بد أن يؤتى بها. أما الخلاف الجائز كمثلا أوجه البسملة كأوجه العارض هذه نتجاوزها، نكتفي بوجه واحد جائز. هذه يعني تنبيه لكم. قوله تعالى في الآية التي بعدها يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله، يخادعون الأولى ما فيها خلاف، والذين آمنوا، آمنوا طبعا كما مر بنا كثيرا فيها أوجه البدل الثلاثة، وما يخدعون إلا أنفسهم. الثانية فيها خلاف، قبل ذاك والغير كالحرف أولا، الغير اللي هم أهل سما الذين هم معنا، وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، فذكى اللي هو ابن عامر والكوفيون يقرؤون بإيش؟ يخدعون. والغير كالحرف أولا، الغير اللي هم أهل سما يقرؤون كالحرف الأول اللي هو يخادعون الله. فإذا عندنا وما يخادعون لأهل سما جميعا إلا أنفسهم، طبعا مراتب المنفصل مرت بنا عدة مرات، أنفسهم وما يشعرون، الصلة والإسكان كما مر بنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لمن قرأت؟ هذا لقالون في وجهه بإسكان ميم الجمع، ومعه دوري أبو عمرو. طيب والسوسي ما منعه؟ والسوسي. طيب ماشي خلاص تمام. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لمن؟ هذا قانون في صلة ميم الجمع. نعم. ومعه؟ ومعه ابن كثير. نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من؟ هذا قالون في وجه التوسط المنفصل والدوري. والدوري نعم، مع إسكان الميم طبعا لقالون. نعم. إسكان الميم.
وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، هذا قانون في وجه صلة ميم الجمع مع توسط المنفصل. نعم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بارك الله فيك. هذا ورش. نعم أحسنت، لكن هم طبعا يعني كان أقرب أن احنا نجيب الأول وما يخادعون إلا أنفسهم لورش بالإشباع على قصر البدل، لأنه متفق مع ما قبل، ثم بعد ذلك نعطف توسط وإشباع البدل بعدها، يعني نجزئ ورش. نعم بارك الله فيك أحسنت. نأتي للآية التي بعدها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نشوف يكذبون نأتي لها. في قلوبهم مرض، هنا فيها إيش؟ الإسكان والصلة. فزادهم الله مرضا، طبعا بالنسبة لأهل سما ما فيها خلاف. ولهم عذاب، هنا أيضا الصلة والإسكان، عذاب أليم النقل الورش، أليم بما كانوا يكذبون. ها أهل سما كلهم يقرؤون إيش؟ يكذبون. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضمة وثقلا. الباقين أو الباقون هنا هم أهل سما وابن عامر. بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا قالون على وجه الصلة واندرج معه أبو عمرو البصري على وجه السكون. نعم اندرج معه. نعم أبو عمرو البصري. نعم 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 وجه ورش. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم وجه صلة قالون. نعم. وابن كثير. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب اقرأ لنا بس المقطع. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ورقق الميم شوية لأنها مفخمة كثيرا عندك. على وجه الصلة؟ أي على أي وجه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرضا مرضا. بارك الله فيك. ننتقل إلى الآية التي بعدها. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في هنا ماذا؟ الصلة. لا قبل الصلة في عندنا إدغام السوسي. قيل لهم، وإذا قيل لهم، لهم لا تفسدوا، هنا عندنا الصلة. في الأرض النقل لورش. قالوا إنما فيه تفاوت القراء في مراتب المد المنفصل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لمن قرأت؟ ده قالون بالقصر. قالون ومن؟ مع دوري يا أبو عمرو. طيب اديها لنا مرة واحدة وخلاص، يعني مش لازم بالتقسيط كاش كله. نعم. قالوا إنما نحن مصلحون. لمن؟ نفس قالون ودوري أبو عمرو بوجه التوسط. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. من؟ ورش. نعم.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالون بصلة ومع ابن كثير. نعم. قالوا إنما نحن مصلحون. دوري قالون بوجه التوسط. دوري ولا قالون؟ القالون بوجه التوسط. طيب ماشي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طيب إذا قيل بأن يعني الإدغام المد عارض له وقصرنا العارض للسكون فالأوجه وعليه نص بعض الأئمة أن يسوى عارض الإدغام بعارض السكون، يعني إذا كنا نقصر مصلحون نقصر معها قيل لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا وسطت وسط، وإذا أشبعت أشبع، نص عليه في حل المشكلات وغيره. الآية التي بعدها هي آخر الآيات التي نجمعها بالآية ثم بعد ذلك ننتقل إلى جمع الوقف، وهي قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه سهلة جدا، ما فيها غير الصلات والمد المنفصل. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 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 أحسنت. هو العدم تداخل يعني أشياء فرشية أو أصولية غير مكررة كثيرا لم نعلق لأنها معروفة الأوجه. طيب الآية التي بعدها وهي نجمعها بالوقف، وما بعدها نجمعه بالوقف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إلى هنا إلى هنا. طيب نأتي من بداية الآية. وإذا قيل لهم، ها إدغام السوسي، لهم آمنوا، عندنا الصلة مقصورة وموسطة ومشبعة لورش، الإشباع لورش، آمنوا فيها ثلاثة البدل لورش، كما آمن في كما فيها مراتب المنفصل كما ذكرناها، آمن فيها ثلاثة البدل لورش، الناس فيها ماذا؟ ما فيها شيء، وخلفهم في الناس في الجر، في الجر الناس المجرورة، أما هذه مرفوعة ليس فيها خلاف عن أحد من القراء. قالوا أنؤمن فيها ثلاث المنفصل على المراتب المعروفة، أنؤمن الإبدال لورش والسوسي، كما آمن سبقت في كما آمن التي قبلها، السفهاء طبعا فيها التوسط والإشباع، ويجوز الإشباع للجميع كعارض، ويجوز الإشباع للجميع القراء كمد عارض. نعم. الآن هذه رغم أنها وقف لكن تحتاج وقفة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طبعا احنا كان عندنا أنؤمن، بس هذه مربوطة قيل لهم ومربوطة لهم آمنوا، لهم آمنوا في مدود، لكن قيل لهم ما ينفع ان احنا نعطفها، فلذلك
انتقل إلى توسط المد المنفصل كما قرأ القارئ. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. بارك الله فيك. ها القسم الثاني من الآية. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء. لا لسه باقي التوسط مع الصلة لقالون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بارك الله فيك. وعند ذلك نختم هذا المجلس الثاني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا من كل سانة لفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شذا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد.